لكم مش انا بحكي لكم انه احنا شعب مش طبيعي؟ والله العظيم ما احنا شعب طبيعي. اعتقد انه طلعت اشاعة انه الحياة فتحت، واعتقد انه محكو مفتوحة على غزة. اطلعوا هان كل رايح غزة. كيف بتعرفش؟ كل رايح غزة. وين بتعرفش؟ الكلام مش مضمون، بس كله شعب جبار. في واحد صور. هاي رجعوا الشباب. في واحد صور. مستشفى اللي قبالكم هذه مستشفى التركي. القناصة عليها بتطخ على الشباب. حمل واحد. هاي مشين بيجروا فيه. إصابة في رجله. هاي كمان طلق فيهم. وقع. وقع كمان واحد. جذيفة في نص الشارع هذه نزلت علينا. رجعنا من الموت وحينا بالكروكسات.